السلام عليكم اخوتي، جيسبر كلشي يكون مزيان وعلى خير يا ربي. توحشتكم بزاف وغبرت، انا عارف راسي غبرت عليكم، مي راكم عارفين كنغبر باش كنجيب لكم شي حاجه اللي غتنال الاعجاب ديالكم. دازو بزاف ديال الحوايج زوينين الصراحه في هذه المده اللي غبرت عليكم. غنرجع لكم قصص الاجرام وغادي يرجعوا باللون اللي تعودوا به في الاول. الوقت اللي كنت كنعاود قصص الاجرام في الاول كنت مرتاح، يعني كنت كنعاود وانا فرحان، مي فاش كنت كنتعرض لانتقاد تما بدا يطلع لي الدم، يعني ولات عندي شويه بحال اللي دخلني شويه الغرور، ما نقدرش نكر، يعني وليت كنشوف راسي خصني نتنافس مع دوك المنتقدين ونجتهد ونعطي اكثر ما عندي باش يعرفوا بانني انا ماشي شي واحد اللي غادي يستسلم بسهوله. الحمد لله داز كل شيء. كنتمنى الفيلم يكون نال الاعجاب ديالكم. خدمنا فيه صح، اش نقول لكم، تكرفسنا فيه انا وخويا سعد، زعما تقريبا شي شهر وحنا كنضربوا فيه تماره بين 15 يوم ديال التصوير و تقريبا شي 15 يوم عاوتاني ديال المونتاج، يعني راه اعطينا اكثر ما عندنا. الحمد لله الحمد لله لقى اقبال، الناس لاحظوا بان بدلنا طريقه التصوير. الحمد لله الحمد لله، الفضل كله كيرجع لكم من بعد الله سبحانه وتعالى، لانكم صراحه السبورت اللي درتوا لينا وعاونتونا من الاول ما ننساش خيركم، اقسم بالله العلي العظيم. انا راه ديما تنقولها لكم، لاشين ديالي عندي لكم واحد الاحترام اللي فريمون كنعتبركم عائلتي. علاش؟ لان حسيتوا بيا النهار اللي عاودت لكم بزاف ديال الحوايج كانوا ضاريني وتعاطفتوا معايا. مالوغوزمون طلعوا بعض المنتقدين هضروا على بزاف الحوايج، كذبوا بزاف الحوايج، ومن هذاك الشيء كنضرني. علاش؟ لان نيتي انا النيه ديالي كنت كنقول بان داك الشيء اللي عشتو الا بارطاجيتو مع المغاربه غيتعاطفوا معايا غيحسوا بيا. ما توقعتش، اخر حاجه توقعتها بان غادي ينوضوا لي وينتقدوني في شي حاجه اللي ضراني وحاسها وعشتها. تما ما عرفتش، تما بديت كنتبدل، يعني كنحس براسي معصب، كنقول خصني نتواجه مع هاد الناس، انا ماشي هكاك. وبشويه بشويه يعني بديت كنتاقلم، بديت كنفهم بان داك الانتقاد هو اللي غيخليني نصلح من راسي ونبدل بزاف د الحوايج. والحمد لله الحمد لله، يعني وفقني الله باش انني نبدل 360 درجه من داك العصاب اللي كان فيا وداك الغوات وداك الستريس وداك الوسواس كله. الحمد لله حيدته بالصلاه والاصال والخدمه، وانتم عاوتاني كذلك، لان فريمون عاونتوني بزاف، تصنتوا القصص ديالي، تعاطفتوا معايا لاقصى درجه. الحمد لله دازوا بزاف ديال المواقف، بزاف ديال الطرائف، بزاف ديال المشاكل دازوا في هذا العام. واخا هكاك الحمد لله انا ما استسلمتش. البارح كانت عندي جلسه زوينه الصراحه مع الاخ سلاوي، كنبلغ له التحيه من هذا المنبر، لان وقع ذاك الغلط وانا كنبرزني ذاك الغلط. انا كنكره نعيش بالاعداء، يعني ما كنبغيش نعيش وانا عندي مشاكل مع الناس. كان ذاك المشكل يعني كان مقلقني شي شويه، وكنت كيخصني ضروري نلقى ليه حل. والحمد لله بتدخل الاصدقاء ديالنا والحباب اللي الصراحه داروا مجهود كبير معنا وقنعونا اننا نتلاقاو عند خويا بنطازوط وهضرنا وتعاودنا وتسامحنا، يعني وصفينا الخواطر. ودابا الحمد لله ان شاء الله غادي تشوفونا في شي اعمال، ان شاء الله غتشوفونا في شي اعمال مشتركه بين سلا وبين فاس ومكناس، مغاربه كاملين. انتم راك عارفين اي واحد عنده علاقه بمحتوى السجن ان شاء الله غادي نحاول باش ما امكنوش نخدم له غير شي حاجه. المهم هكا خصها تكون باش تكون داك روح التضامن والمفاهمه بيناتنا. الحمد لله داز كل شيء. نتمنى الفيلم ديال جيم اوفر، اللعبه انتهت، يكون عجبكم الخوت. كنزرب عليكم جيت باش نصور واحد اللقطات في واحد الفيلم دابا، وانا نقول والله تنطلع نهضر معكم شويه ونتعاود معكم، نهضروا على الموضوع ديال الفيلم. اللعبه انتهت. هذا الفيلم هذا الصراحه ما نكذبش عليك تقريبا شي عام وانا كنفكر فيه. قبل ما ندير المسلسل كنت كنفكر في الجيم اوفر، مي الجيم اوفر قلت خليت نكمل بزاف ديال الحوايج ونوصل بزاف ديال الرسائل عاد نخرج بهذا الفيلم ديال اللعبه انتهت. علاش؟ لان انا حطيت بزاف ديال الحوايج كنت عشتهم، قصيت فيهم، عانيت فيهم، تعذبت فيهم، بارطاجيتهم. كل مره وكيفاش كنبارطاجي القصه ديالي، مره كنحطها فلوغ، مره كنحطها فيلم، مره كنحطها مسلسل باش المشاهد ما يملش. كل مره كنحاول نعيشه معايا في ليماجيناسيون اللي كانت خايله انا ملي كنبغي نصور شي حاجه ولا هادي. الحمد لله لي ميساج ديالنا كانوا كلهم هادفين، كان نقد للدوله، نقد لاداره السجون، نقد الاداره العامه للامن الوطني باش يحسوا بان احنا راه تنبغيو هاد البلاد. كنطيحوا في اخطاء ولكن راه حنا وطنيين وتنبغيو بلادنا وكنحترموا ملكنا وكنمشيو بالتعليمات كي كنمشيو عليها كاملين حنا مواطنين المغاربه. يعني راه من حقنا اننا ننتقدوا اي جهاز وقع لنا مع بعض الادارات، كيوقعوا لنا خلافات، كيوقعوا لنا مشاكل، خليونا نسخطوا على كل شيء. متى انا راه خصني نقول لكم واحد القضيه بان
الصراحه الحمد لله الحمد لله، لان هنا غادي نعترف بان كاينه حريه التعبير في البلاد. علاش؟ لان كنت خايف في الاول، كنت خايف اني نهضر ونتادب من بعد ما نهضر. علاش؟ انا داك الشيء كنت حاسس به باش قلته، عاودت داك الشيء كله اللي كان ضارني، انتقدت بزاف د الناس، هذا الشيء كله باش نخرج من داك الشيء اللي كنت عايش. والحمد لله يعني ما قاصتني حتى حاجه، ما ادتني حتى حاجه. كملت الرساله ديالي كيف ما هي. دابا ان شاء الله غادي يكون واحد جديد في الكونسيبت، غادي تبدلوا بزاف د الحوايج، بزاف ان شاء الله. ما نعطيو كان وعدكم الخوص. نتمنى لكم الفيلم ديال الجيم اوفر جاوب على التساؤلات ديال المنتقدين وديال الناس اللي عندهم الفضول، حيت انا القصص ديالي ما كانوش مرتبين. علاش؟ لان كل مره وكيفاش كنتفكر القصه وكيفاش كنحسها باش كنقدر نعاودها لكم. عاودت قصص وحده ما كتشبه الاخرى ولكن مرتبطين مع بعضياتهم، والحمد لله بزاف الناس اللي فهموا الحياه ديالي كيفاش بدات وكيفاش ولات وشنو المسار اللي خدات في الاول والمسار اللي خدات دابا. الحمد لله داز كل شيء، كاين واحد التغيير، مركز في حياتي، مركز في مستقبلي، خدمتي الدار، يعني ما بقاتش ديك العقليه اللي كانت، ما بقاش داك الاعصاب اللي كان. الحمد لله كنحس براسي فعلا نفسيا ارتحيت. الاول كان صعيب عليا الحال، مي الحمد لله الفيلم لخصت لكم فيه بزاف ديال التساؤلات كانت مطروحه، حطيتها في ذاك الكوشمار. وراك شفتوا النهايه ديال الكوشمار، العائله، الامبيونس، الام، الاحترام، الحياه. يعني الانسان اي واحد شاف راسه غادي في ديك الطريق يعني خصو يفيق من ذاك الكوشمار. هذاك راه كوشمار، يعني كدير شي حاجه، كتخرق القانون، كتمشي للحبس، كتولي عايش في جحيم نهار على نهار، حتى كتولي مولف ذاك الجحيم. ملي كتخرج كتلقى راسك صعيب باش تخرج من ذاك الجحيم اللي كنتي فيه. نفسيا كتبقى مأثر، كتبقى موسوس، كتبقى ما تايقش، كتشوف الناس كلهم باغيين يغدروك. هادشي كله انا كنت عايشه، ما نكرش، ما كنتش كنبينه، ولكن كنت كنصور وكنت كنبارطاجيه معكم، كنت كنعاود لكم احساسي. ولكن مع الناس كنزير راسي باش ما تبانش فيا شي حاجه ماشي هي هذيك، باش ما يقولوش هذا باقي عنده داك التفكير ديال الحبس. اي واحد تيفكر يخرج من داك التفكير ديال الماضي او ديال السجن اللي عذبه، فريمون خصو يبدل لونتوغاجيه. ما كنقولش لونتوغاج يعني يتحول يمشي شي بلاصه، لا، يبدل الصحاب، يبدل علاقته بالناس، يبدل معاملته بالناس، ويجلس بوحدو بزاف باش يفكر ويعرف شنو كيدير. هادو هما النصائح اللي نقدر نعطي للشباب ديالنا. ونقول لكم تنبغيكم بزاف، عند خوكم الياس قراري، تهلاو في راسكم وانتظروا ان شاء الله مازال اعمال ان شاء الله جايه عندهم علاقه بالسجن، عندهم علاقه في مواضيع عامه ان شاء الله. وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، تهلاو في راسكم. زربت عليكم في هذا الفيديو، راه طلعت غير باش نقول لكم تنبغيكم بزاف، وشكرا شكرا بزاف حيت متابعيني. وما تنساوش زيدوا تابونا في لاشين ديال خوكم الياس قراري، وتهلاو في راسكم. رجعت لكم الخوت مع ياسر الخبير، يقول لكم شي كلمه بخصوص الفيلم، لان فريمون ضربت تمارا ديال بصح في الفيلم. تفضل. السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم، معكم سعد الخبير، نتمنى تكونوا كاملين بخير ولاباس عليكم. معكم مدير التصوير ديال الفيلم ديال جيم اوفر اللي اللعبه سالات. الحمد لله قدرنا نتوفقوا انا والياس هذا الفيلم هذا، وقدرنا نخرجوا لكم شي حاجه اللي مزيانه واللي تعجبكم. والحمد لله قرينا التعاليق ديالكم كاملين، كل شيء مزيان، كل شيء ايجابي الحمد لله، والفضل ترجع لكم والله سبحانه وتعالى. بالنسبه للفيلم، الفيلم جاني الياس بواحد الفكره اللي عجبتني بزاف، ريحنا اطابل، تفاهمنا، رسمنا ستوري بورد، سكريبت، سيناريو، عيطنا للممثلين ديالنا اللي غيمثلوا معنا هذا الفيلم هذا. صافي مشى كلشي مزيان، توكلنا على الله في التصوير. خدمنا وقت بزاف كما قال لكم الياس في الاول ديال الفيديو، خدمنا وقت كبير، جوج سيمانات ديال التصوير، جات جوج سيمانات ديال المونتاج. مي الحمد لله ملي تتحط شي حاجه زوينه وتتعجبك تتقدر تخرجها مزيان. ولكن راك بداتي في المونتاج اخي سعد. ضروري ضروري. بالنسبه للمونتاج انا اول مره غنخدم في هذا السيل هذا، يعني حاولت نخدم لو سون بوحدو والبرويطاج بوحدو والايماج بوحدها. المهم خدمنا كل شيء، حاولنا ما يكون فيه حتى شي ديفو بارابور الافلام الاولين اللي كانوا فيهم بزاف ديال الاغلاط، كانوا فيهم بزاف ديال الاغلاط. مي تنعتذروا لكم، الحمد لله هذا الفيلم هذا ما كان فيه حتى شي ديفو، التعاليق ديالكم كاملين مزيان، وهادشي اللي كاين هادشي اللي كاين. يلا خوت تنبغيكم بزاف، تبارك الله راه حافظ سعد. ما تنساوش الخوت دخلوا تابوناو في لاشين يوتيوب ديال خويا سعد، عطينا اللين ديال لاشين، راه كاين الاخوه اللي تيبغيونا وتيقدرونا وعارفين الخدمه ديالك، غادي يدخلوا يتابوناو اكيد. راه خصو ضروري هاد العام خصو يكمل الشروط ديال لي زابوني.
بالنسبه لاشين ديالي ديال يوتيوب راه غنحط لكم في الديسكريبسيون ليان ديالها. نتمنى تكونوا كاملين، نتمنى تدخلوا عندي كاملين لاشين وتابوناو عندي، تشوفوا محتوى غيعجبكم. كنشارك معكم مد المهنه ديال التصوير والمونتاج. كاينين دي فيديو تقدر تخدم غير بالتليفون لا من المونتاج لا في التصوير. المهم دخلوا داكشي غيعجبكم بزاف. مرحبا بك. يلا الخوت تنبغيكم بزاف، ما تخافوا مني صبراري وتهلاو فراسكم. نعم، هو قال لي مخلف كواليس.